مرحبا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي في رمضان. اهلا بحضرتك كابتن هيثم. مساء الخير ابو حميد، مساء الخير على الساده المشاهدين وعلى جمهور النادي الاهلي الكبير. طبعا حلقه بعد مباراه الاهلي وغزل المحله. بالتاكيد جماهير النادي الاهلي وحتى مسؤولين النادي الاهلي وجهاز فني ولاعبين مستائين من النتيجه، والاصعب من النتيجه والاصعب من الهزيمه اللي شفناه في الملعب، ان ما كانش فيه قتال على الفوز او قتال على العوده للمباراه. بالتاكيد كلنا اتكلمنا، ويمكن هنا الاستوديو التحليلي امبارح احنا هنا مش بنضحك على نفسنا ولا حابين اننا نضحك على نفسنا، واتكلمنا ان اداء النادي الاهلي كان مش بالمستوى المأمول وما كانش فيه روح قتاليه، وكانت روح فريق غزل المحله واضحه جدا في الشوط الاول بشكل قوي جدا. ويمكن كمان الكابتن سارة حفيظ طلع واعلن عن عقوبات على الفريق والجهاز الفني للاسباب الخساره، ولكن الحقيقه كل ده لازم ياخدنا لنقطه مهمه جدا، ان مهما انت كنت سيء ومهما كان في اخطاء تحكيميه ومهما كان ادائك في الملعب سيء، ده مش ممكن ابدا يسمح ان انت تتهاون في حقك يا كابتن هيثم وتتجاوز او تهمل الاخطاء التحكيميه، وده اللي دفع النادي الاهلي انه يصدر بيان النهارده. بس خلي بالك يا ابو حميد، في نقطه مهمه جدا. النادي الاهلي دايما بيلجا او بيبص لمشاكله، دايما النادي الاهلي بيعالج اخطائه ودايما بيشتغل على نفسه اكتر ما بيصدر امور ثانيه، ولكن اللي بيحصل مع التحكيم مع النادي الاهلي امر بصراحه عدى كل الحدود. النادي الاهلي بيشتغل على نفسه ولكن لما يبقى التحكيم يعني في تكرار لهذه الاخطاء يبقى لازم في وقفه، وده اللي خلى زي ما بيقول طبعا ابو حميد النادي الاهلي يصدر النهارده بيان، يعني هنقول مضمونه لحضراتكم. الاهلي النهارده طلب حكام اجانب لمراته بالدوري على ان يتحمل كل التكاليف. الاهلي استند الى احد المسابقات الماده 110 ج والتي تنص على انه في حاله طلب اي نادي تعيين حكام اجانب لاي مباراه مشارك فيها ووافق الاتحاد على تلبيه طلبه، يلتزم هذا النادي بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والاقامه الى اخره بالعمله الاجنبيه طبعا قبل موعد المباراه باسبوعين على الاقل. وطلب الاهلي في خطابه استبيان الامر من التعنت الذي يلمسه الكثيرون، وعلى الهدف منه دفع النادي للجوء للاتحاد الدولي. وهل الهدف منه النادي الاهلي بيتساءل في بيانه، وهل الهدف منه دفع النادي الاهلي للجوء للاتحاد الدولي لكره القدم لكشف الاخطاء غير المبرره سواء التحكيميه الفجه التي تعرض لها؟ لماذا بدا الاهلي الدور الثاني؟ بعض التساؤلات يعني تساءل بها البيان. ليه النادي الاهلي في الدور الثاني ما لعبش مباراته المؤجله من الدور الاول مع اسوان، ولما بدا فعاليات الدور الثاني بداوا بغزل المحله وليس مصر المقاصه زي الدور الاول؟ يعني انت ما خلصتش معايا الدور الاول لسه، ولما جيت تبتدي معايا الدور الثاني ابتديته كمان غلط، ابتديته بمباراه غزل المحله يعني في الوقت اللي احنا ابتدينا الدور الاول بمصر المقاصه، الموضوع بيبقى ماشي بالترتيب. وهو ما يترتب عليه ان يلعب الفريق مباراتين متتاليتين خارج ملعبه. وايه المشكله في خارج ملعبه؟ انت عندك يوم سفر بتسافر فيه، يوم بتلعب فيه، وبترجع بعد المباراه بيكون في اجهاد في وقت المباريات مضغوطه، وانت رايح على دور الثمانيه لدور دوري الابطال والمحدد ليها 15 مايو. هل المقصود تجهد النادي الاهلي ممثل مصر في بطوله افريقيا؟ انا بتساءل يعني.